بدأنا نفتح السقف يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، طبعا الخرسانة متهالكة وضعيفة تماما. طب ده سببه يا باشمهندس؟ كان في يا جماعة تسريب من الحمام والمطبخ العلوي، طبعا مياه صرف الحمامات والمطابخ يا جماعة تحمل كبريتات كلوريدات أملاح، العناصر دي كلها يا جماعة بتؤدي إلى حمضية وضعف الخرسانة. كمان يا جماعة احنا بنفتح لقينا تعشيش واضح جدا نتيجة انفصال حبيبي، حدث نتيجة أخطاء الصرف. كل ده يا جماعة زايد عليه كمان ان الرطوبة والاكسجين لما وصلوا لحديد التسليح صدأ حديد التسليح، هذا الصدأ بيضغط على الكفر الخرساني يؤدي الى تشرخات. اذا الخرسانة يا جماعة ضعيفة ومتهالكة تماما، لازم نشيل كل الخرسانة الضعيفة، لازم نشيل كل الخرسانة المتهالكة ونوصل لخرسانة قوية يا جماعة عشان نقدر نربط ونلحم معاه. طبعا يا جماعة اللحام بيتم عن طريق خرسانة خاصة جدا بإضافات خاصة جدا غير قابلة للانكماش عشان ما تفصلش معايا بعد كده. طبعا يا جماعة بعدها بنكسر تماما ونشيل كل الأجزاء الضعيفة، بنبدأ يا جماعة نصنفر الشبكة السفلية من أي صدأ تماما، ونتأكد باستخدام الرمالة أو باستخدام الصاروخ والفرشة يا جماعة نتأكد إن احنا شلنا الصدأ، ندهنها، نزرع الشبكة الجديدة وندهن الشبكة الجديدة. طبعا وما ننساش الدولز أو الحديد الرابط ما بين الشبكة الجديدة والشبكة القديمة والخرسانة، لابد كلهم يعملوا كوحدة واحدة. بعد كده نسترجع الخرسانة المقتطعة، طبعا الخرسانة على إضافتها المقاومة للرطوبة والمقاومة للانكماش يا جماعة.